مشكلة عند ناس كتير من طبقات اجتماعية مختلفة بيتكلموا عنها في مجالسهم وعلى السوشيال ميديا، وهي الحسد. طبعا الحسد مذكور في القرآن، ما بين ناس يعني بتستكتر على بعض ما تملكه، وناس تانية بتستكتر على غيرها السعادة والفرحة، وناس بتتمنى الحاجة اللي في ايد غيرها وخلاص. عايزين نعرف مين من الأبراج ممكن يعني تحسد، سواء بشكل مقصود او حتى غير مقصود، عينهم وحشة يعني زي ما بنقول. ده هنعرفه في فقرتنا الأسبوعية عن الأبراج، ومنورانا النهاردة خبيرة الأبراج والفلك سابي عبد الله. ازيك يا سابي؟ كل سنة وانتم طيبين مبدئيا. وانتي طيبة بصحة وسلامة. وطبعا بفكركم ابعتوا حالا اسئلتكم عن الأبراج، انا جاهزة لكم اهو، وسابي موجودة معانا. بس خلينا نبدأ الأول كده بالأبراج اللي عينها وحشة. لا، خلينا نقول حاجة تانية بقى. طيب بعد إذنك يعني. اتفضلي. طبعا خلينا نقول إن اللي بيوصل للحسد هي حاجتين: عدم الرضا والغيرة. من مين؟ عدم الرضا عن حياتي. عدم الرضا الانسان والغيرة لما الغيره، يعني لما يكون راجل او ست بيغيروا، هما اللي يخليهم يحسدوا. اوكي. والناس اللي مش راضيه هتلاقيها بتبص لغيرها، فالبصه بتيجي عينها مش حلوه. بالظبط. طب وايه اكتر الابراج اللي فيهم الخصلتين دول؟ خلينا برضو نقول علشان ما نظلمش حد. لا، احنا عايزين نظلم. لا دي ما بتبقاش برضو يعني هي فيها جزء ابراج. في ناس ما بتقتنعش بالموضوع ده اساسا. الحسد يعني هو اخر سنتين بقت كل الناس بتقتنع بالابراج والفلك والحسد والحاجات دي، لكن في ابراج، الابراج الهوائيه نادرا لما الابراج برجين ما عندهمش الحته دي، الابراج الترابيه والابراج الهوائيه هم علمانيين اكتر من ان هم روحانيين. اوكي. يعني دايما اللي بيقتنع بالحاجات دي اللي هم مين روحانية. يعني زي مين؟ اللي هو مثلا الابراج الترابيه الجدي، بس هو الراجل الست تقتنع، الراجل لا. اوكي. الابراج العذراء ست وراجل بيقتنعوا ولا العكس؟ مؤخرا. 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 قبل كده لا، هم ما كانوش اسمهم كان مكتوبين غياب في الحته دي. اوكي. التور الراجل ممكن لو حصل اكتر من موقف، الست لا. اوكي. لان هي عامله زي قبل النظر، هي اصلا دماغها غير ومش فاضيه للكلام اللي ما بتقتنعش بالحسد اصلا. الابراج الهوائيه بقى ما بيقتنعوش قوي. الدلو الدلو الست بس اللي بتقتنع. الراجل لا، يقول ده عبط، ده جنان، ما يكونش مقتنع. الست بس اللي تقتنع، لان هي عندها نسبه روحانيات عاليه، ست الدلو. الجوزاء الراجل لا، ما يقتنعش بالكلام ده، ايه الهبل اللي احنا بنتكلم فيه دوت. اغلب الرجاله كده واضح في الابراج. لا لا لا، ده في رجاله اكتر من الستات في الموضوع دوت. يعني عندك الابراج المائيه في الرجاله، السرطان والحوت والعقرب بيقتنعوا بالكلام ده جدا. عارفين ان في حسد وان في بيقتنعوا بالكلام ده جامد جدا. طب مين اللي بيتاثر؟ خلينا ناخدهم كده بالترتيب. نجمه خفيف. الابراج دي تتاثر بالحسد اكتر، نجمها خفيف بتتحسد. بتتحسد. والابراج الثانيه، في ابراج اخرى ما بتتحسدش بنفس القوه او بنفس المقدار. بالترتيب كده. مين اللي بيتحسد؟ هنقول برضو ان الابراج الاكثر حسدا الناريه والمائيه. بيتحسدوا جامد جدا 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 جدا. واكتر برج في ال 12 اسم الابراج برج. اوكي. اكتر برج في ال 12 برج نسبه حسد غير طبيعيه برج الاسد. الاسد بيتحسد. الاسد اكتر برج في ال 12 برج بيتحسد بطريقه غير عاديه، عشان كده طول الوقت بنقول له اقفل بقك ما تتكلمش. اوكي. نمسكهم بقى برج برج زي ما انت كده قلت لي. برج الحمل برج ناري يتحسد، راجل وست يتحسدوا جامد جدا. اوكي. برج الثور عقلاني شويه، يعني لازم يحصل لهم كذا موقف عشان يقتنعوا. اوكي. فنسبه الحسد عندهم قليل. تمام. برج الجوزاء، ست الجوزاء تتحسد اكتر من رجل الجوزاء. اوكي. اوكي. برج السرطان الاثنين يتحسدوا، رجل وست. وهم كمان مقتنعين بالموضوع. خلينا نقول لما بيكون حد مقتنع بالشيء بيشغله، بيجيب طاقته، بيركز فيه. فبيروح برجليه لغايه الموضوع الحاجه. بيبقوا اوبسست، مهووسين. لان احنا بالظبط، احنا اللي نقدر نرفض الشيء ونبعده عننا، واحنا اللي ممكن نستقبل الحاجه. صح. وتتملس تتمكن مننا. اوكي. فبرج احنا وصلنا لغايه السرطان الاثنين. اوكي.
بيأمنوا وبيتحسدوا. الأسد بيتحسدوا جامد جدا وعندهم موضوع قصة الحسد والعين والحاجات دي. العذراء كانوا هما الاثنين، الراجل ما كانش بيقتنع والست ما كانتش بتقتنع، بس مؤخرا بدأوا يقتنعوا، ابتدوا يقتنعوا من كتر الأحداث اللي حاصلة حواليهم ومعاهم. فادية بعتالك بتقول لك العذراء ليه ماله حظ بالزواج؟ ماله حظ بالزواج. هل ده حقيقي؟ لا ده بالعكس، ست العذراء من كتر خطابها بارد خلاص. اوكي. لأن هي ست العذراء دايما هي مش كاتبه هي انهي عشريه؟ لا هي فاديه. قولي لنا يا فاديه انهي عشريه؟ قولي لنا انهي عشريه عشان تقدر ثابت. طيب خلينا نقول كده اهوت مثلا ايه العشريه. العذراء بوجه عام دايما هي بتبقى حتى من اسم البرج، هي بتبقى دايما ليدي ناعمه كده، ملامحها حلوه ناعمه شيك، يعني تحس ان هي عذراء يعني انتقائيه يعني في اختياراتها جدا. يعني ما بترضاش باي حاجه، ده حتى في لبسها، ده حتى في اكلها، حتى في تفاصيلها. هي مش صعبه بس هي عايزه حاجه تفصيل، مش اي حاجه بترضى بيها في اي حاجه في حياتها. سهلي الدنيا على الشباب يا فادية. مش تسهل، هي ما بتعرفش تعمل حاجه غصب عنها. اوكي. وهي برضو هتفيدنا شويه لو بعتت التاريخ مظبوط. في سؤال تاني، ناديه بتقول انا تور 27/4. اوكي. ايه اخبارها؟ 27/4 هي برج التور، تور حمل. التور والحمل السنه دي من البرجين اللي عندهم صعود وعندهم حاجات حلوه بس عكس بعض. اوكي. بس هي عندها ميزه شويه ان هي في اربعه، بتوع اربعه الدنيا عندهم بتجري اسرع شويه من بتوع خمسه. اوكي. يعني عندها مثلا ترقيه في شغلها، عندها انتقال من مكان لمكان، وكله لصالحها، مادياتها هتبقى حلوه. الفتره الاخيره يعني اخر الشهر اللي فات وهي ابتدت تغير البلان اللي هي كانت حطاها من اول السنه، بقت تجري في احداثها، بتفكر صح. لان برج التور بوجه عام عنده مشكله، ست وراجل بيتاخروا في اخذ القرار، لان هم بيحبوا يقيسوا كل حاجه من كل الزوايا. فبيتاخروا شويه، لكن ست بقت تجري شويه في احداثها، بقت بتدور، مش بتدور على مصلحتها بس ايه، بقت شايفه الضوء الاخضر اللي هي عايزه توصل له، بقت تجري له خلاص، بقت شايفاه هناك وبقت تجري له. طيب بس احنا قلنا الحوت ولا لا؟ اختي حوت. ما قلناش صح؟ طيب في حد بعت اختي حوت شهر 3 سنه 87، اخبارها ايه في الزواج؟ اوكي. الحوت من الابراج، بالعكس الحوت من الابراج في الستات الذكيه جدا، شاطره جدا، عاطفيه جدا، حساسه جدا. بس هما الجواز اخباره ايه معاها بقى؟ عندهم ارتباط وكل حاجه، بس احنا قلنا من حلقتين فاتوا ان الشهر ده شهر نهايات وبدايات. يعني اي حد عنده علاقه بقى لها سنه ونص سنتين وفيها مشاكل دي هتنتهي. اوكي. وكل اللي هو سنجل اوكي، ده من شهر ستة، من شهر ستة، وكل الناس واخدين قرارات اللي هو خلاص محدش قادر يستحمل ولو حتى 1%. تمام. وفي بدايات بقى، يعني في بقى كل اللي بقى لهم سنه سنتين مش مرتبطين او مش متجوزين واخدين قرار وبيتجوزوا. يا رب. طيب يا رب. 1/10 عن السفر، إيناس عايزة تعرف هتسافر ولا لا؟ 1/10 الميزان. الميزان عنده سفر. الميزان أساسا ست وراجل من الأبراج اللي طول السنة بيسافروا، أو هم بيعرفوا يعملوا أبديت في حياتهم ومدهم، ومن الناس اللي عندهم اعتقاد بالطاقة أكتر، واللي عندهم اعتقاد بأن لازم يغير عتبة، يسافر، يشوف بحر، يروح صحراء. يعني يبقى في خلوة كده حواليه، حاجة ربانية أكتر. طيب 17/12/86 واحدة بتسأل لجوزها هل في سفر قريب للخارج؟ اوكي. 17/12 هي ولا لجوزها؟ جوزها. قوس. لا انا لسه كنا بنقول الحلقة اللي فاتت، القوس الفترة دي لغاية 25/9 يخش جوه الحيطة مش جنب الحيطة. يستخبى. يستخبى تماما، ما يخش قرارات، ما يقفش مع حد، ما يضايقش حد، ما يمديش على ورقة. أي حد يعمله أي حاجة يكبر دماغه ويقول حاضر، كلمة حاضر بتريح جدا. ما يتضايقش، واللي بيعيطوا يبطلوا عياط لأن بيزودوا الطاقة السلبية اللي عندهم. يدوروا على أصحاب
مودهم احسن منهم او بيتبسطوا لما بيكونوا معاهم. جوهر السعيد 9. طب 11 12 2000 وبعد كده ندخل بقى على الجوسب بتاع المشاهير والحاجات. اوكي 11 12 11 12 2000 بتسال عن الحب. 11 12 ست صح؟ قوس قوس ما احنا ده برضو قوس. اوكي بس هي قوس جدي. 12 اه قوس جدي بس هي قوس جدي. يمكن الجدي هينفعها شويه لان الجدي هو اللي ابتدى من السنه اللي فاتت يرتب اوراقه واخد قرارات وعمل بلان حلوه ماشي عليها. ساعات بتبقى بطيئه شويه وساعات بتجري شويه بس يمكن ده اللي هينفعها ان هي العشريه الثالثه. الجدي هيسندها شويه. عندهم ارتباط وعندهم شغل جديد وعندهم تمثيل وعندهم حاجات حلوه. يلا ربنا يسهل. يا رب يا رب. يلا